يعطيكم العافية. جينا بلقاء مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي حول موضوعين. الموضوع الأول له علاقة بالعاصفة الجوية اللي أدت إلى أضرار بالمنتجات الزراعية بالبقاع من حوالي أسبوعين. اليوم اتصلنا كمان بالدكتور الوزير عباس الحاج حسن، وتم الاتفاق على البدء بأخذ مسح على الأراضي اللي صار فيها أضرار نتيجة العاصفة. وهناك أيضا سابقا كان في عواصف منذ عام 2015 وكان في أضرار ما تم تعويض للمزارعين. الأضرار السابقة راح يتم تعويضها عبر تعويضات عينية، إما بذور أو أسمدة أو ما شابه. العاصفة الجوية اللي حصلت منذ أسبوعين راح يتم تعويضها بالإجراءات المناسبة، ويبلش أخذ المسح من قبل البلديات ومن قبل المسؤولين من اليوم. أما الموضوع الثاني بيتعلق بوزارة العدل وبيتعلق بالتحقيقات بالمحكمة بباريس بالقضاء الفرنسي. حكينا مع السيد الرئيس حول المحاميين يلي عينوا من قبل وزارة العدل، ووزير العدل وقع العقود، وعدنا انه عم بيعالج هالامر هذا، وراح نسمع قريبا بحل لهالموضوع. الموضوع له علاقة بوزارة العدل، وزير العدل وقع محاميين يمثلوا الدولة اللبنانية بباريس، انما اعترض مدير العام وصار في نقاش حول هالشيء، واليوم عم نحاول نحل المشكلة. شكرا.